مناشدة للحكومة باستثناء هذه الفئات من قرار منع التنقل الليلي. وجه عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف ألوانها رسالة وصفوها بالهامة والعاجلة للحكومة من أجل إعادة النظر في القرار الأخير أو على الأقل التعديل عليه، حيث قال هؤلاء المتتبعون إن قرار منع التنقل الليلي ابتداء من الساعة 9 ليلا كان له انعكاسات مختلفة على مجموعة من القطاعات والأشخاص، فإضافة إلى ضرورة إغلاق كل الأنشطة الاقتصادية من محلات ومتاجر وغيرها قبل الساعة 9، فإن حركة تنقل المواطنين من أماكن عملهم إلى مقرات السكن تصبح بالغة الصحوبة مع اقتراب الساعة 9، بل وغير ممكن أحيانا بعد 9 ليلا، ما دفع عدد من المواطنين للمطالبة بعمل وسائل النقل. هذا المعطى الجديد تسبب في شكايات عدد للمواطنين الذين يجدون صعوبة بالغة جدا في إيجاد وسيلة نقل بعد 9 ليلا، وهو ما دفع إلى إطلاق مناشدة واسعة للسلطات بالسماح لوسائل النقل العمومي خاصة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالعمل ليلا ونقل الحالات المسموح بها أو العالقين في الشوارع نحو بيوتهم.